حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق وسعيا لتطبيق القانون المروري بكل احترافية، تستخدم الإدارة العامة للمرور أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة للتعامل مع المخالفين للأنظمة والقوانين، وذلك عبر استخدام أجهزة رصد ومراقبة حديثة في دوريات المرور الذكية. الزميل يحيى العمري رافق إحدى دوريات المرور أثناء أداء عملها وعاد لنا بالتقرير التالي. طبعا الحين بنطلع على واجب الدوريه، كدوريه متحركه على شارع معين لرصد المخالفات بشكل عام بدون تحديد نوعيه المخالفه، وعندنا نظام كامل يرصد لنا المخالفات بدون اي جهد. عملية رصد المخالفات المرورية في شوارع المملكة عملية تتطلب في واقع الأمر إلى دقة عالية وتركيز كبير، بدءا من خروج دورية المرور إلى الشارع وبدء مهامها في المراقبة والرصد باستخدام الأجهزة المتطورة، وحتى عملية تحرير المخالفات بشتى أنواعها والتعامل الاحترافي مع المخالفين بكل دقة لتحقيق الهدف الأساسي لها، وهو ضبط الحركة المرورية في الشارع حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق. طبعا عندنا مثل ما تكلمنا عن الدورية الذكية فيها عدة كاميرات، والكاميرا كل كاميرا لها اختصاص معين. لو بنلاحظ عندنا الكاميرا الخلفية لرصد المخالفين القادمين من الخلف، يعني عيننا الخلفية كدورية لضبط المخالفات سواء البسيطة أو الجسيمة، استخدام الهاتف، عدم السلامة، مخالفات السرعة، التجاوز الخاطئ. في بعضهم ممكننا يحاول أنه يلحق على الإشارة وهو متجاوز إشارة حمراء، فإحنا نضبطه من الخلف يبين عندنا أنه متجاوز إشارة حمراء. كل هذه الإمكانيات الكاميرا الخلفية والزوم اللي موجود فيه. عندنا بعدين اللي هو عندنا الكاميرا الأمامية. الكاميرا الأمامية فيها زوم حق المخالفات على البسيطة، كمثلا حاجب رؤية أو إن تجاوز خاطئ، سرعة، إشارة حمراء، ونفس الوقت عندنا إثبات على المخالف نفسه إن هو تجاوز أو إن قام بارتكاب مخالفة مرورية. دورية ذكية تعتمد بشكل كبير جدا على أجهزة متطورة تعمل بأنظمة تفاعلية تضبط مختلف أنواع المخالفات المرورية، وذلك من خلال كاميرات عالية الدقة لها خصائص مختلفة تضبط من خلالها المركبات المخالفة من مسافات بعيدة جدا، فهي تعمل على مسح بياني على أرقام السيارات المارة في الشارع أيضا، وتتأكد من عدم مخالفتها للقوانين المرورية. طبعا عندنا الكاميرا الآن ضبطت مخالف اللي هو عنده أسبقيات، 8 أسبقيات، لازم نوقف المخالف ونتأكد من إجراءاته. طبعا تم قراءته عن طريق الكاميرا اللي هي جهة اليمين المتحركة. وخلال مرافقتنا للدورية في أحد شوارع المملكة، رصدت كاميرات المراقبة والمسح في هذه الدورية مركبة مخالفة وحددت نوعية المخالفات المتراكمة عليها، فقام رجال المرور بمتابعة المركبة وإشعارها بالتوقف بعد تأمين مكان مناسب لها للتأكد من إثباتات وبيانات سائق المركبة واتخاذ الإجراءات المناسبة لها. الأمر علم عليك أمر عاد. هذه الإمكانات العالية التي تمتلكها دوريات المرور في مملكة البحرين تؤكد على التطور المستمر والعمل الدؤوب الذي أخذه على عاتقهم منتسب الإدارة العامة للمرور، الذين لم يدخروا جهدا للحفاظ على أمن الشوارع وضبط الحركة المرورية وأداء واجبهم الوطني بكل تفان وإتقان. إمكانيات كبيرة ودقة عالية في التعامل الاحترافي لضبط الحركة المرورية في شوارع المملكة باستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية والمطورة لتوثيق المخالفات المرورية من خلال دوريات المرور الذكية هذه، التي دأبت وزارة الداخلية على الارتقاء بعملها المروري في شوارع المملكة من خلال الإدارة العامة للمرور. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.